السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سنة خمسة. إن شاء الله النهاردة هناخد تاني درس في الوحدة الأولى، تطبيقات الاحتكاك. زي ما احنا اتفقنا قبل كده، أخدنا العوامل التي يتوقف عليها الاحتكاك، كانت هي مساحة السطحين المتلامسين ونوع مادة السطحين المتلامسين. وكنا قايلين ان كلما زادت مساحة السطح، كل ما زود مساحة سطح الجسم بتزيد عندي قوة الاحتكاك وبتزيد مقاومة الهواء، والعكس لا، كل ما تقل المساحة بتقل الاحتكاك وبيقل المقاومة. ونوع مادة السطح، كل مادة سطح، كل نوع مادة وليه قوة احتكاك مختلفة. تعالى نتكلم بقى دلوقتي عن حالات الاحتكاك. ايه هي حالات الاحتكاك؟ عندي ثلاث حالات. اول حالة الاحتكاك بين سطحين متلامسين يتحرك احدهما بالنسبة للاخر. زي ايه؟ زي الاحتكاك بين اطارات السيارة او الدراجة على الارض او الطريق. الاحتكاك بين سطحين احدهما يتدحرج على الاخر. يتدحرج زي ايه؟ زي البلية او الكورة. البلية او الكورة لما برميها على الارض بتتدحرج، وده تاني نوع او تاني حالة من حالات الاحتكاك. تالت حالة من حالات الاحتكاك هو الاحتكاك الناشئ عن حركة جسم في الهواء او في الماء، اللي انا كنت بسميه مقاومة الهواء ومقاومة الماء. يبقى انا عندي ثلاث حالات الاحتكاك: الاحتكاك بين سطحين متلامسين يتحرك احدهما بالنسبة للاخر، الاحتكاك بين سطحين متلامسين احدهما يتدحرج على الاخر، والاحتكاك الناشئ عن حركة جسم في الهواء او في الماء، زي حركة السمكة في الماء وحركة الطائر او الطائرة في الهواء. نبدأ نشوف مع بعض فوائد وأضرار الاحتكاك. يا ترى الاحتكاك ليه فوائد؟ أيوة، أول حاجة الإمساك بالأشياء، إشعال عود ثقاب، الحماية من التزحلق على الأرض أو على الطريق، التحكم في سرعة السيارة وإيقافها باستخدام الفرامل، انتظام حركة السيارة والدراجة على الطريق. الإمساك بالأشياء يعني أنا يا ولاد اللي بيخليني أقدر أمسك أي حاجة هي قوة الاحتكاك. لو أنا مفيش قوة احتكاك مش هقدر أمسك حاجة، لو أنا إيدي فيها زيت مش هقدر أمسك حاجة. إشعال عود ثقاب اللي هو الكبريت اللي احنا بنولعه، الحماية من التزحلق على الأرض اللي بيخليني أقدر إن أنا أمشي على الأرض من غير ما أتزحلق هي قوة الاحتكاك. لو الاحتكاك قليل، او لو مثلا زي لو في زيت على الارض او صابون او ارض ناعمه، فانا ممكن ان انا اتزحلق. يبقى اللي بيحميني من ان انا اتزحلق على الارض هي الايه؟ قوه الاحتكاك. التحكم في سرعه السياره وايقافها بالفرامل اللي بيخلي ان انا اقدر اتحكم في سرعه السياره، ازودها او اقللها، وكمان الدراجه هي الفرامل، وبوقف العربيه بالفرامل. انتظام حركه السياره والدراجه على الطريق برضو ان انا اللي بيخلي السيارة تتحرك بانتظام هي قوة الاحتكاك. طب يا ترى الاحتكاك ليه أضرار؟ أيوة، الاحتكاك ليه أضرار. إيه هي أضرار الاحتكاك؟ أول حاجة سخونة إطارات السيارات وانفجارها أحيانا. يعني إيه؟ يعني السيارة يا ولاد وهي ماشية على الطريق بيبقى فيه قوة احتكاك ما بين الإطارات اللي هي الكاوتش بتاع السيارة وما بين الارض. نتيجه الاحتكاك دوت بتتولد حراره، الحراره دي بتعمل على سخونه الاطارات، ممكن من كتر السخونه ان احيانا الاطارات دي بتنفجر. تاني حاجه تلف وتاكل الاجزاء الداخليه للالات الميكانيكيه. الاجزاء بتاعه الاله من الداخل برضو اثناء عملها بيبقى في احتكاك ما بينها وما بين بعضيها، الاحتكاك دوت بيؤدي لسخونتها وتلفها وتاكل ان هي تبدا تتكسر مني، وبالتالي بتتلف وبيسبب اهدار اموال كثيره. يبقى اضرار الاحتكاك عندي سخونه اطارات السيارات وانفجارها احيانا، تلف وتاكل الاجزاء الداخليه للالات الميكانيكيه. طيب يا ترى انا عندي طرق ممكن ان انا اقلل بيها اضرار الاحتكاك، لان الاحتكاك طبعا زي ما اتفقنا ليه فوائد وليه اضرار. طب الاضرار اللي عندي دي زي مثلا تلف وتاكل الاجزاء الداخليه الالات الميكانيكيه، هل في طرق ممكن ان انا اتجنب بيها اضرار الاحتكاك؟ قال لي ايوه، عندي اكتر من طريقه ممكن استخدمها عشان تقلل لي اضرار الاحتكاك. طرق تقليل الاحتكاك:
الاحتكاك هي استخدام رولمان البلي، استخدام رولمان البلي. تاني طريقة استخدام الشحوم والزيوت، استخدام الشحوم والزيوت. تالت طريقة تحقيق الشكل الانسيابي، تحقيق الشكل الانسيابي. طب تعالى كده نتكلم عن طريقة كده ونشوف بستخدمها ليه. اول حاجة عندي هي استخدام رولمان البلي. رولمان البلي ده عبارة عن ايه يا ولاد؟ زي ما احنا شايفين في الصورة كده، عبارة عن كريات معدنية صغيرة. رولمان البلي دوت شايفين كده في الصورة، كريات معدنية صغيرة ذات اسطح ناعمة مصقولة، السطح بتاعها ناعم جدا جدا جدا، بقول ناعم ومصقول. قوى الاحتكاك بينها تكاد تكون منعدمة، قوى الاحتكاك بين الكريات دي تكاد تكون منعدمة، يعني تقريبا مفيش قوة احتكاك. بستخدمها بحطها فين بقى رولمان البلي دوت؟ بيوضع بين الأجزاء الداخلية في الآلة، بيتحط في أجزاء الآلة من جوه زي السيارات وآلات تانية كتير بستخدم فيها رولمان البلي وبيقلل لي الاحتكاك. يبقى لو قال لي بيستخدم رولمان البلي ليه؟ يعلل لتقليل قوة الاحتكاك. تاني طريقة عندي هي استخدام الشحوم والزيوت. في بعض الأجزاء في الآلة ما بينفعش إن أنا أحط فيها رولمان البلي، فبستخدم إيه؟ الشحوم والزيوت اللي إحنا بنسميها عملية تشحيم وتزييت الآلة. طيب أنا بحط الشحوم والزيوت ليه؟ بقول إن الشحوم والزيوت دي بتكون طبقة رقيقة بين السطحين المتلامسين اللي هيحصل بينهم احتكاك، فبتعمل إيه؟ فبتقلل الاحتكاك بينهم. لو أنا حطيت كده، جربنا كده نحط الزيت كده في إيديا، هل هعرف أمسك حاجة؟ لا، لأن بيقلل الإيه؟ الاحتكاك. طيب يبقى الشحوم والزيوت بتستخدم لتقليل قوة الاحتكاك. طب حد يقول لي ميس، طب أنا هحط مية في الآلة، ليه ما نحطش مية في الآلة؟ قال لي لا يمكن استخدام الماء، لأن الماء ينساب بسرعة ولا يلتصق بالأجزاء المعدنية في الآلة. لو أنا حطيت مية في الآلة، المية دي هتنزل بسرعة، مش هتلتصق بالآلة، وبالتالي مش هتعمل الوظيفة بتاعتها اللي هي التزييت والتشحيم. وطبعا الشكل الانسيابي اتكلمنا عنه قبل كده، وقلنا ان الشكل الانسيابي بيقلل قوة الاحتكاك. تعالى بقى نشوف كده تطبيقات كده حياتية من اللي احنا استفدناه في الاحتكاك. اول حاجة التقليل من استهلاك وقود السيارة. بقول ان ينصح قائد السيارات بعدم تجاوز سرعة السيارة حدا معينا، وذلك لتقليل قوى الاحتكاك المتولدة بين الهواء وجسم السيارة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني السيارة وهي ماشية المفروض ان في احتكاك ما بين جسم السيارة والهواء. الاحتكاك دوت او مقاومة الهواء بتزيد طبعا. لو انا زودت السرعة بتاعت السيارة، لو انا زودت السرعة هيزيد قوة الاحتكاك، كل ما زود سرعة السيارة هتزيد قوة الاحتكاك، وبالتالي هيزيد احتراق الوقود بتاعي، البنزين او الوقود اللي بيحرك السيارة هيزيد الاحتراق بتاعه كل ما زود السرعة. فعشان كده بقول ايه؟ بقول ان انا المفروض ما تجاوزش السرعة، ما زودش السرعة قوي علشان اقلل استهلاك الوقود ده. يبقى بقول ينصح قائدو السيارات بعدم تجاوز سرعة السيارة حدا معينا، ليه؟ لتقليل قوة الاحتكاك المتولدة بين الهواء وجسم الايه؟ وجسم السيارة. يبقى عشان اقلل الاحتكاك دوت المفروض ان انا اعمل ايه؟ ما زودش سرعة السيارة. تاني تطبيق عايزين نعرفه هو الاطارات المطاطية اللي هو كاوتش السيارة. الاطارات المطاطية لو بصينا على شكل الاطار هلاقي ان هو مش املس، هلاقي فيه نقوش وقنوات، نقوش وقنوات وحفر. طب يا ترى ليه الاطار بتاع السياره بيبقى فيه النقوش والقنوات دي؟ بقول لان اثناء ما هو السياره ماشيه لو في ماء، لو في ميه هتمشي عليها السياره، فالماء دوت بيتم تجميعه في النقوش والقنوات دي ويطرده للخارج. بس الكلام ده بيحصل يا ولاد، عشان يحصل لازم السيارة بتمشي ببطء. طب لو السيارة مشيت بسرعة، لو السيارة بتاعتي مشيت بسرعة مش هتلحق المية ان هي تدخل في النقوش والقنوات دي. يبقى بيتم تجميع الماء وطرده للخارج عند سير السيارة بايه؟ ببطء. يبقى دي فايدة النقوش والقنوات اللي موجودة في الاطارات المطاطية. بس نخلي بالنا ان انا كل فترة لازم بغير الاطار المطاطي ده او الاطارات المطاطية اللي هي الكاوتش. ليه؟ لان بيتم تآكل النقوش والقنوات دي مع الوقت، مع السيارة مع الاستخدام، النقوش والقنوات دي بتتآكل وبيبقى السطح بتاعها أملس بسبب احتكاكها بالأرض، فساعتها لازم أجدد الإطارات. أتمنى إن أنتوا تكونوا استفدتوا من درسنا النهارده.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.